سيادة المستشار مساء الفل. أنا مساء الخير يا مهندس حمد، ازيك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله كله كويس. الاول سلامة الدكتور عمرو، بيقول لي تعبان. الله يسلمك، هو تحياته ويبلغ لسيادتك ولكل الناس. الله يخليك يا فندم. هل انتوا، انا اللي انا سمعته بعد التفاصيل اللي اتقالت دي، ان انتوا بتجهزوا الجمعية عمومية غير عادية، هل الكلام ده صحيح؟ والله احنا طبعا الاجتماعات اللي تمت مع السادة المحترمين رؤساء الأندية ومندوبين الأندية تمام يشرفونا بالقاهرة في الاجتماع اللي كان الجمعة اللي فاتت، كان ده من ضمن التوصيات في حالة عدم رد الاتحاد علينا، لأن احنا أعضاء جمعية عمومية. فأنت مش شايفني، يعني أنت المفروض تحترم رأيي، لأن أنا بمثلك، أنا اللي بجيبك، أنا اللي بنتخبك طبعا. فأنت ما تسيبنيش، ما تتجاهلنيش. تمام. بعدين أنت بتتكلم في شيء في المجهول. أنا ما شفتش على المستوى العالم، وده كان تقريبا كلام من كل المجموعة اللي كانت حاضرة، إن في حاجة اسمها 33 نادي ينزل. الكلام ده ما بيحصلش كده. انت ممكن انت بتتكلم تعمل 70% من عدد انديه المجموعه يعني. بالظبط. وبعدين انت عندك اللائحه بتسمى كده الممتاز ب، ده اختراع اسمها الدرجه الثانيه. كلمه الممتاز ب دي لفظ احنا بنقوله للتجميل. مفيش في المسابقات في الاربعه في اولى ثانيه ثالثه رابعه. تمام. مفيش ممتاز ب. انت دلوقتي بتطلع جوه اللائحه حاجه جديده مش موجوده. ده في لائحه الاتحاد تقصد. فاذا انت النهارده يبقى انت محتاج تعديل تشريعي للائحه. سياده المستشار ثانيه واحده، يشوفوا لنا حد من اتحاد الكره يا جماعه بسرعه عشان ما عنديش وقت. لو في حد، الحاج عامر حسين، الاستاذ خالد الرندالي، الاستاذ جمال علام، اي حد، الاستاذ ايوب الكومي، اي حد من الاتحاد او استاذ ابو الوفا، لو ينفع حابب يدخل او مش حابب عرفوني برضه. اتفضل يا فندم. تمام. فانت النهارده عشان ما يبقاش عندك مخالفه للائحه وتعمل التضارب اللي حاصل ده، لازم تعمل جمعيه عموميه وتعمل التعديل في اللائحه بعد اتفاق الجمعيه العموميه عليه وتاخد رايها. وما حصلش، انت خدت قرار فردي بالمخالفه، اذا المسابقه ذات نفسها مش مقبوله. يعني انت بتعمل مسابقه مش موجود لها مسمى. طب. ولا في لائحتك اللي هي بتحكمني وتحكمك. تمام. طيب كنت في النواحي الاعداد بقى للانديه. تمام. انت ما تجيش تفاجئني تقول لي هنزل 11 ولا 12 فرقه، ما ينفعش. انت انا موافق على التطوير، بس اذا لما تيجي تقول يا تطوير نبتدي بخمسه ثم خمسه ونطلع بدل، يعني يحصل تدرج. حضرتك بتقول ان انتوا مش رافضين الشكل او القرار، لكن انتوا عايزين يبقى فيه تدرج كل الناس تبقى عامله حساباتها عليه. انت مش هتلعب كوره. طيب. بقى في الدوري السنه ده هيبقى دوري مصارعه، دوري قاتل. مظبوط مظبوط. وخناقات طبعا، لان كل طبعا، لان انت بتتكلم في 11 من 18 نازلين، عايز ابقى في الستة 16 اللي فوق. تمام. طب انا سياده المستشار، عشان احنا هنعمل حلقات الاسبوع الجاي هنناقش فيه القضيه دي مهمه، لكن عشان انا ما عنديش وقت النهارده، لكن ايه الاجراء اللي هتاخدوه يعني، او اللي اتفقتوا عليه كانديه؟ احنا كانديه مصممين على وضعنا اللائحه اللي بتحكمنا. حلو. هتعملوا ايه بقى في الحاله دي؟ هندعو الجمعيه العموميه طرقه طبعا، اللي هي غير عاديه المفروض. هي غير عاديه. طب هي لها عدد قانوني بيطلب 25%. اللي هو كام نادي؟ يعني انت النهارده لما تيجي تحسب على 36 نادي اعتقد هم بيدعوا. انا 48 نادي. انت بتضرهم كلهم اللي هم في الدرجه دي. هو غير الدرجه دي، انتوا كام نادي مجتمع؟ يعني انا سمعت ان في انديه من الدرجه الثانيه او الثالثه معاكم برضو في الموضوع. في الثالثه معانا برضو. يعني انتوا مجمعين فعلا حوالي 70 نادي في القصه دي تقريبا. طبعا الكلام لما بتدي الناس تمام. تعرف وبتفهم اللائحه بيبتدي يحصل زياده طبعا، لان خد بالك ده هيبقى تاثيرها سلبي على الكل، حتى بتوع الدوري الممتاز والناس مش شايفاها دلوقتي. مش كان زايد ان احنا كلنا بنحب الكره المصريه ونتمنى ليها التقدم طبعا يعني. طبعا المعالي المستشار. تمام الصالح. تمام. احنا عموما الاسبوع الجاي هنناقش الموضوعات دي بشكل اوسع. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. السيد العميد محمد بسيوني رئيس نادي المنصوره، بشكر حضرتك.